الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك عليم. ازيكم يا ابطال سنه اولى؟ عاملين ايه؟ معاكم رنيم محمد. ان شاء الله هنراجع مع بعض اول محاضره في مديول الاي بي ال اللي شرحناها مع بعض بعنوان الار بي سيز والليوكوسايت. وقال لي بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. قلت لك انت اهم حاجه اعمل اللي عليك وملكش دعوه بالنتيجه، وافرحوا يا اولاد افرحوا كده. انا عارفه ان انتوا خرجتوا من مديول الماسكول ودخلتوا في الاي بي ال على طول ماشي ومزنوقين فيه صح، بس عايزه افكركم بس ان افكر نفسي معاكم طبعا ان ناقص اسبوعين اتنين ماشي. انا مسجل لكم النهارده خلاص، احنا في نص الشهر اهو ماشي، يعني ناقصني اسبوعين اتنين والعيد يجي. افرحوا يا اولاد ماشي، مفيش حاجه اسمها يا جماعه العيد للناس الصغيرين بس، لا العيد لنا احنا كمان يا جماعه. جيبوا اللبس بتاعكم الجديد على العيد عادي، بلاش يعني مش على الدراسه لا على العيد ماشي، نفرح الناس الصغيرين مفيش مشكله. ويا جماعه جيبوا لعبه يا جماعه في العيد ولا اي حاجه، احنا مش كبير ولا احنا مش كبار ولا حاجه، افرحوا يا جماعه في عيد جاي تمام. فيعني بصوا هونوا على نفسكم باي طريقه، يعني هي الكليه مش ترحم فاهم انت، فبلاش بقى تقعد انت في زوم بقى الكليه وبتاع، لا سيبك من الكلام ده كله يا عم، اسكب لاي. انت عندك امتحان قبل العيد، عندك امتحان بعد العيد، امتحان بعد العيد على طول، ايا كان الامتحان امتى الامتحان موجود، الامتحان موجود على طول، العيد ما بيجيش كل شويه تمام. فلازم نفرح كده، فرحوا يا اولاد تمام. طبعا اي حد دلوقتي ساب الفيديو وراح يقلب في الفيس انا شايفاك على فكره، ارجع بقى للفيديو بقى تمام. طيب يلا بقى نتكلم عن ايه؟ نتكلم ان شاء الله، احنا قلنا اتكلمنا في المحاضره على يعني ايه البلاد ماشي، واتكلمنا على الريد بلاد سيل اللي هي كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء بانواعها تمام. تعالى بقى نشوف احنا قلنا ايه تمام. طيب بيقول لك اول حاجه اتكلمنا عنها هو البلاد تمام. البلاد اللي هو ايه؟ قلنا البلاد ده عباره عن ايه؟ قال لك ان هو عباره عن سبيشال تايب من الكونكتيف تيشو تمام. مش بيقول لك انت كونكتيف تيشو روح كونكتيف تيشو جه تمام، البلاد زيك بالظبط قشطه قشطه. طيب لكن هو بقى نوع مميز شويه عشان هو بلاد بقى ومسؤول عن الحياه وبتاع، فقال لك ان هو عباره عن ايه؟ سبيشال تايب من الكونكتيف تيشو تمام. انا احنا ان شاء الله هعدي بسرعه بس عشان هي مراجعه، فان شاء بس ان شاء الله تجمع معايا يعني نحاول نسكن على قد ما نقدر بامر الله. طيب البلاد ده بقى عباره عن ايه؟ قلت لك ان هو عباره عن سيل وبلازما. قلت لك الصوره دي احلى عشان تخليهم في دماغك ان البلازما دي عباره عن عباره عن ووتر وبروتين وشويه سوليوتس تمام. وكلامنا قلنا ان السيل بقى عباره عن ايه؟ ريد بلاد سيل كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء وصفائح الدمويه تمام. تمام اهو بيقول لك ان السيل عباره عن ار بي سيز واليوكوسايت والثرومبوسايت اللي هم البلاد يعني، والبلازما عندك اللي هي عباره عن ايه؟ قلت لك ان هي بتحتوي على ووتر واورجانيك سبستانس، والاورجانيك سبستانس وكل اللي قلبك يحبه تمام كده. وبتطلع منين؟ بتطلع من الميزوديرم قشطه قشطه يا باشا. طيب بعد كده بقى هنتكلم عن ايه؟ يعني هنتكلم على اول حاجه هي الريد بلاد سيل اللي هي كرات الدم الحمراء قشطه. طيب قلت لك هي اهمهم، فبالتالي هي موجوده كتيره جدا في الدم بتاعك. نسبتها قد ايه؟ من 4.5 ل 5.5 مليون. زي ما قلت لك بقى هي شكلها مدوره زي ما انت شايف، والنيوكليات بتاعتها عندي تبقى بايكون كيف يعني مقعره من جنبين كده قشطه تمام. وكمان قلت لك عندك ان هي بتبقى يعني هي بتبقى راوند وبالشكل ده لو هي لوحديها كده عايشه في حالها تمام. لكن بقى لو هي عايشه مع اخواتها كده الريد بلاد سيل اللي اخواتها، لا بتديك شكل حاجه اسمها الايه؟ الرولو ابيرنس. قلت لك شكل الرولو ابيرنس ازاي؟ شكل البنوته اللي عامله شكل شعرها بكر كده تمام. تمام طيب بعد كده بقى قلت لك عندك ان هي بتبقى قلت لك عندك لها قطر صح؟ تمام القطر بتاعها قد ايه؟ من 7.5 من 7 ل 9 مايكرومتر تمام. قلت لك المفروض المتوسط بتاعهم يبقى 8، لكن الكتاب بتاعنا قال 7.5 هنقول 7.5 سمعا وطاعه تمام. تمام طيب بعد كده هيقول لك ايه؟ قال لك بقى طيب السيكنس بتاع الكلام، قال لك ان السيكنس بتاعها بيبقى 1.5 من البريفرالي، لكن 1.1 من النص. طب ليه؟ يعني اكيد منطقي يا جماعه، مش انا قلت لك ان هي مقعره؟ يعني قلت لك عندك ان هي تبقى تحس ان هي تخينه من الجنب كده لكن في النص رفيعه، نفس الكلام هي فيها. عشان كده عندك من البريفري من الاطراف 1.5 مايكرو، لكن من النص 1.1 قشطه جدا. بعد كده طيب قلت لك بقى طبعا احنا عارفين ان هي الريد بلاد سيل ديت مش على طول واخده اللون الاحمر، لا هي لو هي موجوده لوحديها برده عايشه منفرده كده عزوله هتبقى لونها ايه؟ لونها بيل باهته وجرينش يلو. اي حد عايش بقى لوحده بيعيش بيبقى باهت تمام. تمام لكن لو هي بقى عايشه مع اخواتها لا بيقول لك انت ماردن تمام، فهي داخل تاخد اللون ايه؟ اللون الاحمر تمام. فليه بقى هتبقى اللون الاحمر وماردنه ليه؟ لان فيها هيموجلوبين جواها تمام. تمام يبقى هي لو هي لوحديها بتاخد شكل اللون هو جرينش يلو، لكن لو في جواها لو هي جنب اخواتها كده وعايشه مع اخواتها ومع الناس فبيبقى لونها احمر وماردن تمام، عشان موجود جواها الهيموجلوبين تمام. بتعيش 120 يوم. طب بعد كده بقى قال لك ان هي طبعا هي مش خليه حقيقيه، مش انا قلت لك حتى هي المفروض اسمها صح ريد بلاد كورباسل، وقلت لك نطلق عليها كورباسل لان هي مش خليه حقيقيه. مش خليه حقيقيه ليه؟ لان ببص جواها بلاقي مفيش لا جواها نيوكليوي ولا حتى جواها اورجانيت، مفيش حتى اي سمه من سمات الخليه عشان اقول جواها كده، فبالتالي هي نوت تروس مش خليه حقيقيه. طب وظيفتها ايه؟ قال لك ان وظيفتها عندي تتنقل لك الغازات بين التيشو. قشطه قشطه جدا كده خلصنا الريد بلاد سيل وهي مش خايفه خالص، ويعني
وخايفه على القلب زي ما بيقولوا. تمام. بعد كده بقى تعالوا نشوف الليوكوسايت عندي اللي هي قوات الدم البيضاء. قلت لك سايد يعني خليه، والليوكو يعني قوات الدم البيضاء. هي قوات الدم البيضاء طبعا قلت لك برده زيها زي الريد بلاد سيل. قلت لك ان الريد بلاد سيل شكلها اللي هي لوحدها كانت جرين يشيلوا بيل، لكن لو هي انا اخواتها كانت ريد. نفس الكلام من الليوكوسايت، لو هي لوحديها بتبقى كارلس ما لهاش لون، لكن لو قاعده جنب اخواتها بتاخد اللون الوايت. تمام. بيقول لك بقى كمان عشان قلت لك برده ان الليوكوسايت دي كانت عباره عن قوات الدم البيضاء اللي هي خلايا الدم البيضاء بتاعت المناعه اللي بتاع شابتر المناعه بتاعت ثالثه ثانوي، اللي هو كان بيروح ايه بياكل اي ميكروب يدخل الجسم عشان ايه يحافظ عليه، فبالتالي هو ليها فاجوسيتك اكشن. وكمان قلت لك ان هي طبعا عشان تروح تاكل الميكروب بالتالي ان هي تحتاج ان هي تتحرك. فهتتحرك ازاي؟ بتتحرك بحاجه اسمها اموبويد موفمنت. تمام. العدد بتاعها قلت لك كان اهمهم قوات الدم الحمراء كان عددها بالملايين، صح؟ الليوكوسايت اقل شويه في العدد عندي، بتبقى من 4000 ل 11000 ملي متر. تمام. طب بتعدهم ازاي؟ انت تعرف تعدهم ازاي؟ قال لك ممكن تحطهم على جهاز اسمه حاجه اسمها هيموسيتومتر، ده جهاز بيعدهم لك كويس. تمام. قلت لك برضو ان عندك هنا ان الليوكوسايت اللي هي قوات الدم البيضاء دي كنت انت واخد في شابتر منها برضو ان هي كام نوع. نفس الكلام برضو عندنا هنا، هما الانواع موجوده عندنا برضو، عندك كام نوع ليها؟ خمسه، ماشي. لكن الخمسه دول بنقسمهم جروبين، جروب يبقى جرانيولار. وقلت لك في المحاضره ان الجرانيولار دوت معناه ان في نوعين من الخلايا، نوع سبيسيفيك ونوع نون سبيسيفيك. نوع نون سبيسيفيك كان بيبقى فيه الاوزوروفيليك جرانيول بتحتوي على لايسوسومات، والنوع النون والنوع ده النوع اللي هو الايه النون سبيسيفيك. تمام. وقلت لك عندك ان النوع السبيسيفيك بقى على حسب كل خلايا سبيسيفيك ليها خاص بيها. تمام. وقلت لك عندي النوع التاني كان بيبقى عندي نان جرانيولر، وده اللي هو فيه نوع واحد بس من الخلايا اللي احنا سميناه نان سبيسيفيك جرانيول. ونان سبيسيفيك جرانيول ده نوع واحد بس من الخلايا، وهو ونان سبيسيفيك جرانيول دي بتحتاج جواها على لايسوسومات. تمام. ايه بقى هم؟ ايه هم بقى الجرانيولر عندك؟ اللي هم النيتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل، والنان جرانيول هم الليمفوسايت والايه والمونوسايت، ماشي. وقلت لك طبعا زي ما انت شايف ادينا نفس التقسيم اهو، عندك جرانيولر واجرانيولر. قلت لك الجرانيول عندي زي النيتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل، والاجرانيولر زي الليمفوسايت والمونوسايت. تمام. اول حاجه بقى هنتكلم عنها عندنا هنا هي الايه النيوتروفيل. قلت لك ان النيوتروفيل دي خلايا ما بتحبش تزعل حد، خلايا ماشي ايه متعادله في حامضي حامضي قاعدي قاعدي. تمام. طيب قال لك ان هي لها اسم تاني بوليمورف نيوكلير، يعني متعدده الاشكال، لكن ليها بس ما يغرقش ان هي اسمها بوليمورف نيوكلير متعدده الاشكال ان هي يكون فيها انويه كتير. لا، قال لك ان هي الانواع بتاعتها عندي تبقى ايه سنجل. تمام. لكن هي سنجل، امال يبقى هي شكلها متعدد، لاني بتلاقي ان هي صحيح نواه واحده لكنها سجمنت متقسمه بالشكل زي ما انت شايف هنا كده. تمام. متقسمه مثلا من 2 ل 5 تقسيمات متربطه ببعضها عن طريق الايه كروماتين. بيقول لك ان السيتوبلازم بتاعنا لما تيجي تبص عليه، طبعا قبل ما تبص كده على الكلام اللي انا اقوله لك، انت متخيل ان السيتوبلازم فيه ايه؟ في نوعين من الخلايا، لانها من نوع الجرانيول ففيها نوعين من الخلايا. في نوع بيبقى منها اوزروفيل الجرانيول اللي هو النوع النان سبيسيفيك، وفيها كمان النوع الثاني السبيسيفيك اللي هو الايه اللي هو السبيسيفيك ليها. اهو قال لك هنا وعد عندي ان السيتوبلازم بتاعها بيحتوي على ميتوكوندريا، طبعا الحاجات دي يعني بدهيات اللي هو ميتوكوندريا بقى وفيها جولجي وفيها الحاجات دي. لكن تعالى بقى اهم حاجه اعرف لي ان النيتروفيل فيها نوعين من الخلايا، الاوزروفيلك جرانيول وفيها السبيسيفيك جرانيول. قلت لك الاوزروفيلك جرانيول بتبقى هي مش سبيسيفيك فيها، فبالتالي هي قليله في العدد. تمام ماشي. لكنها تحتوي على ايه؟ لايسوسومات، وبالتالي تبتدي من حاجه اسمها الهيدروليتك انزيم. طيب اما عندي السبيسيفيك جرانيول، قال لك ان السبيسيفيك جرانيول بقى هي سبيسيفيك ليها، وبالتالي هم كتار في العدد لكنهم صغيرين في الحجم، ودي بدهيات. تمام. طيب بتحتوي على ايه بقى؟ قلت لك برضو ان النيوتروفيل لما بتيجي تبص على الفانكشن بتاعتها عندي، وظيفتها ان هي تعمل لي فاجوسيتك اكشن، اللي هي يعني بتروح تاكل الحاجات الميكروبات الوحشه. طب بتاكلها ازاي؟ بتاكلها عن طريق عندي هنا ان هي موجود جواها حاجه اسمها الايه الكولاجينيز انزيم، ده انزيم بيكسر الكولاجين الموجود جوه الكونكتيف تيشو، وبالتالي بقدر اكسر الخلايا وايه واحمي الجسم من الميكروبات اللي تبقى داخله الجسم بتاعك. تمام. بعد كده اتكلمنا على الايزينوفيل، وقلت لك عندي الايزينوفيل دي كنت بشبهها لك بان هي خلايا البنات البنوتات اللي هي الحلوه الهادئه اللي بتحب تعمل فيونكات، وبالتالي بتعمل فيونكات، وبالتالي النوكليو بتبقى واي لوبد او هورس شو شيب. تمام. لما بتيجي تبص على، وطبعا بما انها برده هنا بتعمل لي فيونكه والفيونكه لونها احمر، وتيجي تبص على السيتوبلازم بتاعها برده بتلاقي ان هو لونه ريد كده، والريدي بتاعه شايني يعني لامع وواضح كده. تمام. وطبعا قلت لك عندك ان الايزينوفيل دي من الخلايا اللي هي الجرانيولر، وبالتالي فيها نوعين من الخلايا عادي، فيها النوع اللي هو الايه الاوزروفيليك اللي هو بقى ايه اللي هو النوع اللي هو سبيسيفيك، ونوع الاوزروفيليك فيلك عادي خالص. تمام. خلاص بقى انت قلت لي انت المفروض فاهم معايا يعني ايه جرانيولر، اما اقول لك جرانيولر يبقى اكيد فيها الاوزوروفيلك وفيها السبيسيفيك. قشطه. كمان قلت لك برده عندك ان السيتوبلازم بتاعك بيبقى فيه طبعا ميتوكوندريا وسمول وجولجي، ماشي، واندوبلازمك كله. طب عايز اقول لك على حاجه،
انا قلت لك اعرف منين طيب ان هي فيها فيو ديت، افتكرها زي في الامتحان. بص مش انا قلت لك ان الاذنوفيل دي خلايا البنوتات اللي بتعمل فيونكات، هي بتعمل فيونكات ما هياش فاضيه، وبالتالي الاورجانيل اللي جواها مش كتير، فبالتالي هي عندها فيو ميتوكوندريا وفيو جولجي وحاجات دي. تمام تمام. كمان عندك هنا قال لك اني لكن بقى عندك هنا لكن فيها ريش من الاذنوفيل الجرانيول اللي على الاذنيات. تمام. وقلت لك برضو ان البنوتات ديت بتبقى هاديه، وبالتالي ماشي بيحتوي جواها على حاجه اسمها الهيستامينيز والسلفاتيز انزيم. وقلت لك دول مميزين ليها، ما في الامتحان يقول لك ايه الخلايا اللي فيها هيستامينيز والسلفاتيز انزيم، هي البنوتات اللي هي الاذنوفيل. تمام تمام. والفانكشن طبعا ان هي بتقول لك ان هي زي ار موجوده في مكان حساسيه. ليه موجوده في مكان حساسيه؟ عشان مكان حساسيه بيبقى موجود فيه هيبارين كتير. تمام. وظيفتها هي الاذنوفيل ديت تقوم مخرجه الهيستامينيز، او مش كده، عشان يروح ما يخليش الهيستامين والهيبارين يخرجوا، وبالتالي اقلل اعراض الالرجي اللي بتحصل. تمام تمام. طيب بعد كده قلت لك برضو ان البيزوفيل دي خلايا الولاده الهمجيه الاشقيه. يا جماعه سوري جدا، انت اخواتي، انا ليه اخ كبير وبحبه جدا، فاللي هو يعني اكيد مش بغلط فيكم. تمام. انا بس اللي هو يعني بس بحاول اسكن لكم الدنيا، والله ما حدش يزعل مني، انا زي اختكم الكبيره. تمام. طيب فبقول لك بقى عندك هنا البيزوفيل دي خلايا الولاده الهمجيه. قلت لك بقول لك هي الهمجيه ليه؟ انت تيجي تبص على النيوكليوس بتاعتها بتلاقي ان هي الريجولار، ما هم هماجيين بقى. تمام تمام. وطبعا شكلها ده شكل ايه؟ شكل الاس شيب. تمام. طيب ولما تيجي تبص عليها هتلاقي ان هي بيزوفيلك، حتى معروف ان البنات بتحب اللون الازرق، صح؟ اي حد عارف كده. تمام. وبالتالي برضو الاستاذ بتاعها بيقول انه بيزوفيلك. ماشي. لما تبع عرفته منين؟ لما جيت صفاته بالجيمس ستين قال لي لان انه ايه بيزوفيلك في اللون يعني. تمام تمام. طيب بعد كده قلت لك برضو ان هي الاستاذ بتاعها اكيد برضو في الاورجانيل العاديه اللي هي فيها اورجانيل، والاورجانيل دي حوالين منها ممبرين. طيب الفانكشن بتاعها عندي قلت لك عندي ان هم الاولاد اشقيه، وبالتالي هم اللي بيبقوا عاملين لي الهيجان اللي بيبقى موجود في الجسم، هم اللي بيفرزوا لي الهيستامين والهيبارين اصلا. تمام تمام. بعد كده بقى اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على الليمفوسايت. كده احنا خلصنا يا اولاد، ثانيه بس، كده احنا خلصنا اول ثلاث خلايا اللي هم بيبقوا جرانيولار. تمام. كده احنا داخلين دلوقتي على اللي هم النون جرانيولار او الاجرانيولار اللي هم الليمفوسايت، ماشي، ومعاهم مين؟ اللي هم المونوسايت. تمام تمام. طبعا قلت لك دول نون جرانيولار، يبقى هم ما فيهمش غير اللي هم الاوزروفيل الجرانيول وبس. تمام. ونقطه. طيب بقى كده بيقول لك بقى عندك ان الليمفوسايت ديت، قلت لك ان الليمفوسايت ديت هي بتعيش في الليمفو، وبالتالي بدهيك كده هي الليمف دي حاجه مهمه، وبالتالي منها نوعين، نوع سمول ونوع اللارج. ماشي. بيقسموهم ازاي؟ على حسب قطرها. السمول بيبقى قطرها صغنن من 6 ل 8، لكن اللارج اكيد قطرها اكبر من 10 ل 15 بديهيات. طيب بعد كده قلت لك عندك هنا ان لما تيجي تبص على الليمفوسايت ده زي ما انت شايف دي السمول بتاعتها عندي، هتلاقي ان كميه صغيره، فيا عيني النيوكليوس بتاعتها محتليه كلها، وبالتالي بيقول لك ان النيوكليوس بتاعتي بقى سمول ودارك ستيند ماليه كل السيتوبلازم. وبما ان النيوكليوس ماليه كل السيتوبلازم، بتخلي السيتوبلازم ذات نفسها لما اجي ابص عليها لان هو سكنتي باهت، ماشي، حتى في اوزروفيل الجرانول قليل، ما هي النيوكليوس شغاله. تمام تمام. طيب طبعا في جوه بيقول لك ان هي ايه، في هتلاقي انت تبص عليها هتلاقي ان برضه في شويه ميكروفولاي من بره. تمام. وسيتوبلازم تلاقي ان هو موجود من جوه، عندي فيه رايبوسومات كتيره واندوبلازم كروتيكولام كتيره وسنتريول كتير. تمام تمام. لا سوري بس عشان بس تبقى مركز، سوري، ان السمول ده هي سمول. تمام. فبيبقى فيها كل حاجه قليله، ركز معايا، ان السمول فيها اندوبلازم كروتيكولام شويه صغيرين. تمام تمام. فيها بس رايبوسومات كتيره عشان تديها اللون بتاعها والغمقان الموجود في النيوكليوس ده. تمام تمام. وتقوم بالاكشن بتاعها. تمام تمام. وفيها برضو بير من السنترولات. طيب بعد كده بيقول لك عندك ان اللارج الليمفوسايت دوت، قالك ان هي بقى دي الكبيره، وماشي، وانها كبيره فبتبدا النيوكليوس تكش شويه، عارف اللي هو تخاف فتكش، فبالتالي تبقى هي ليس دارك ستاند كده، لكن السيتوبلازم بقى فبالتالي بتدي فرصه للسيتوبلازم ان هو يبقى اوضح، وبالتالي السيتوبلازم بتاعها بيقول لك ان هو مور اباندنت. طيب الالكترولازم الالكتروميكروسكوب بيقول لك ان السيتوبلازم بتاعها بيحتوي على ايه بقى؟ لا خلاص بقى، ده انا خليه كبيره، طالما انا خليه كبيره فانا هاخد راحتي، وبالتالي فيها اورجانيل من جوه كتير اهو مبلطجه، يعني عندها ريبوسومات كتيره وميتوكوندريا كتيره وجولجي كومبلكس كتير. تمام تمام. قال لك ان النيوكليوس بتاعتها هتبقى سلايتلي اندنتد، قلت لك في الشرح يعني ايه سلايتلي اندنتد، يعني بتيجي تبص كده على دي تحس ان هي في حرده كده في. تمام تمام. طيب بعد كده قلت لك طبعا طب وظيفه بقى الليمفوسايت ايه بقى واللارج والسلايتس بتاع دي، اكيد الاميونتي بتاعت الجسم، الليمفوس اصلا معروف ان هي بتاعت الاميونتي، انتوا زهقانين منها اصلا تتباصوا. تمام تمام. طيب بعد كده بقى بيقول لك عندك اخر حاجه عندي هي المونوسايت. قال لك ان المونوسايت ديت بتبقى برده من قطرها من 10 ل 12 من 10 من, من سوري من 12 ل 20 سوري من 12 ل 20 معلش بس اجيلكم انا مش شايفه قدامي. تمام تمام. طيب بعد كده بيقول لك عندك ان المونوسايت دوت لما تيجي تبص عليها هتلاقي ان هي السيتوبلازم بتاعها زي ما انت شايف في الشكل هنا بيربلو، ماشي، ما هي مونو بقى حاجه صغننه، فبتحكينا عليها مدينا اللون اللي هو البيربلو. تمام تمام. انا بحاول اقول لكم اي حاجه عشان تفتكروا بيها ان شاء الله. تمام تمام. قلت لك احنا عارفين ان المونوسايت دي من النان جرانيول، وبالتالي ان هي فيها ايه؟ فيها اوزروفيل الجرانيول بس اللي تحتوي على الليزوسومات. تمام. تيجي تبص على السيتوبلازم بتاعها هتلاقي ان هو مش معنى ان انا مونوسايت بقى وخليه مونو كده صغننه على قد ان ما فيهاش اورجانيل، لا ده معوضاني بالاورجانيل اللي فيها، فانا فيها من ميتوكوندريا كتيره حتى
حتى الجورج بتاعي ويل ديفلوبد، وفيها برضو ايه، وفيها رف اندوبلازم وتوكلم، وفيها بولي ريبوسومات معوده نفسها يعني. تمام. قالك ان النيوكليوت بتاعتها بتبقى ايه، بتبقى كدني شيب زي ما انت شايف شكلها كدني، والفانكشن بتاعتها بتبقى مسؤوله عن ايه، الفاجوسيتيك اكشن زي اي ليمفوسايت او زي اي خليه دم بيضاء. تمام. بس كده دي كانت الجدول التجميعي اللي انا كنت قايلها لكم. يا رب اكون يعني افدتكم بالمراجعه السريعه ديت، وما اكونش تقيله عليكم يا رب، ويعني وادعوا لي كده يا اولاد، وادعوا لنفسكم. ماشي، ربنا يعدينا المليون اللي معانا ده على خير. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.